家不说旅游就是上车拍摄。أمستردام هولندا. عمالة تلعب ابنها، عاملة الكلب زي ابنها. طيب عالم فاضي يا جرعان. كله عجل، يعني مش السياح بس، أهل البلد نفسهم بيتنقلوا بعجل يعني. المطرة شغالة طبعا. أمستردام شغل المبنى دون فوق السطح ايه؟ فهمش يعني ايه بتنرجعها فوق السطح في المطرة دي. دي صراحة اللي في النفق دي اللي على الرخام بتاع ده البلاط الإيشاني ده عجيب يعني. أنا مش عارف هو كده، مش عارف هو مرسوم عليه بعد ما اتعمل ولا مطبوع كده في المصنع قبل ما يجي. الناس محبوسة هنا من المطرة. يلا أمستردام هولندا. النهارده خميس كام؟ 18 يوليو. شوف الأمطار، مش عارف زهرة ولا مش زهرة.
سهيدة انتار حبست الناس تحط العملة هنا ونفس الثمن وتفتح يجي لك تاخد السندوتش جاهز هنا لو بالكارت يطال 8 وكارت امستردام سنتر ستيشن حط امستردام المركزية لعلي الكشاف اهو معادنا 2:15 باريس نورد اللي هي باريس نورث شمال باريس خلينا نشوف طبعا دي محطة امستردام سنتر ستيشن فاضل 25 دقيقة بالنسبة لنا يعني